أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوتكوم. في حلقة هذا اليوم لدينا أربعة مواضيع مختلفة، وقبل التفاصيل نذهب إلى العناوين وإياكم. البداية ستكون مع فوضى السلاح الذي يتسبب بكوارث وفواجع مختلفة في ظل غياب الاهتمام الحكومي وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية ممن يستخدمون السلاح في الأعراس. بعد ذلك نتجه إلى موضوع عن الإهمال الصحي في العراق، وكيف أن بعض المرضى نقلوا في سيارات إسعاف معطلة واضطروا إلى انتظار سيارات أخرى. ثم ننتقل إلى موضوع آخر، لدى أحد وكلاء الحكومة في البصرة العدسة الفاسد والمتعفن، وأحد المواطنين يطالب الحكومة الحالية بحصته التموينية. والختام سيكون مع موضوع واقع التعليم في العراق، فمدرسة في ذي قار لم يكتمل بناؤها منذ سنوات، وثانية تستغل في البصرة كمقر لفوج الطوارئ على حساب الطلبة. أهلا بكم. أعزائنا، البداية ستكون مع ظاهرة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات. هذه الظاهرة التي دائما ما تعود بأمور سلبية كبيرة، وقد تتسبب للأسف بمقتل الكثيرين كما حدث في بغداد. مشادات أدت إلى حوادث قتل، بعد مشادات كلامية تطورت إلى سحب المسدسات وقتل أحد الحضور في قاعة هوم بلازا بحفلة عرس بمنطقة البنوك بالتحديد. أبسط أن يموت الإنسان في بلد لا أمن فيه ولا أمان ولا حكومة تهتم أو تحاسب، كما يقول نشطاء عراقيون. في المقطع المقبل، رصاصة طائشة خرجت من سلاح أحد المدعوين، حولت حفل زفاف إلى مأتم بعد أن استقرت الرصاصة للأسف في رأس العريس. ويقول نشطاء إن هذه الظاهرة الهمجية حسب وصفهم، قالوا إنها تفشت في العراق بسبب عدم وجود قوانين حكومية تحد من هذه الظاهرة، وأيضا بسبب انفلات السلاح بيد المواطنين والعشائر. دعونا نتابع. منشور كتب طبعا فيه دعوة زواج، تبعه صورة تظهر وتبين أن العريس الشاب للأسف فارق الحياة برصاصة طائشة. هكذا يتحول طقوس أو تتحول طقوس الفرح في العراق تتحول إلى طقوس موت وعزاء. ومن الذي يقتل؟ العريس صاحب الفرح، بدلا من أن يزف إلى عروسه يحمل إلى المقبرة، وأين من يحاسب حتى يطوق ظاهرة فوضى السلاح في العراق؟ لا أحد يفعل ذلك كما يرى نشطاء. وقد يعلم الصغار الكبار، فلا تستغربوا. نذهب إلى مقطع فيه تظهر مجموعة من الأطفال يقدمون عرضاً مسرحياً لما يحدث من ظواهر سلبية بسبب إطلاق الرصاص في الأعراس، وما يحدث من تبعات لهذه الحوادث بسببها. بعض المعلمين يعمل على إنتاج بعض هذه المسرحيات وتدريب الأطفال عليها للتوعية عن سلبية ظاهرة إطلاق النار أثناء المناسبات. نتابع. وشاهدنا اليوم المسرحية الحلوة اللي عرضوها الأطفال، أم اللي وصلوا فكرة العروس والعريس وضرب الإطلاقات النارية، ونلاحظ هذه الأطفال شلون يوصلون للعالم سوء هذه الإطلاقات النارية وعدم استعمالها في الأفراح، لأنها راح تفسد المناسبة وتؤدي إلى الوفيات. إنه شخص الرئيس يعني بزفافه يضربون اطلاقات يكدون الرئيس، يعني هم الله ما يقبل. في باب ناحيه القاسم اللي صار هذا الحادث البارحه، فيعني راح بيها شاب بريء، ليش؟
فاحنا الناشط شكو خيرين بهذا البلد انه يصير اكو وقفه اتجاه انه يمنع الاطلاقات الناريه او يكون عقوبات صارمه ضد اللي يرمي هاي الاطلاقات. ومثل ما شفتوا كان اكو احتفاليه الاطفال الروضه انه يبينون للعالم انه هاي الاطلاقات غلط. من المسؤولين او الدوله بصوره عامه اهتمام بمسرح الطفل وكذلك اعمال الرسوم الفنيه الموجوده للطفل. الان افتتاح المعرض على وشك الابتداء نلاحظ انه الاطفال مهتمين بحالات الفنيه الموجوده لدى المجتمع الحالي. مثلا عندنا اعمال موجوده بالرسم، واليوم نشاهد الاعمال والفعاليات الفنيه وكذلك بعض العروض المسرحيه الموجوده التي تهدف الى اصلاح المجتمع بعد الانهيار اللي حدث من اعمال داعش والاعمال الحربيه وما شابه ذلك والاعتداءات اللي حصلت على المواطنين. لعل الكبار يتعبون من أبنائهم الصغار الذين لا يريدون للشباب أن يقتلوا هكذا عبثا، ولا يريدون لذويهم أيضا أن يقتلوا هكذا عبثا. لعل الرسالة تصل إلى الكبار. في الموضوع التالي، مواطن عراقي يتعرض لوعكة صحية داخل ميناء أم قصر ولا توجد سيارة إسعاف حتى تقله أو إسعاف داخل الميناء. للأسف ميناء بحجم ميناء أم قصر لا تتوفر فيه سيارة إسعاف، وهو ميناء يعد من أكبر وأهم الموانئ في العراق. نشاهد وإياكم هذا المقطع. ميناء أم قصر، ميناء أم قصر، هذا الشخص مريض طايح بالميناء، وإسعاف ماكو بالميناء. هذا مو بأمانة الميناء، عليه من يعدوين لنا على أبوهم يابا، حتى الشوارب اللي عليهم على قول الصدام، عليه من هالزبايل ولد الزبايل هاي. هذا مو بالميناء، هذا زين مو بأمانة الميناء، هذا عمي دافع فلوس وطاب مريض طاح بالميناء. لا أسعاف، لا حكومة، لا ما أدري شيني. تفضل أغاتي. يلا هذا الميناء، شوف أغاتي. وهاي الشباب يعني هذا لا مات يظل هيك نايم. يا عادل عبد باوع باوع نام نام. هذا مو بالميناء، هذا ميناء، لو مو ميناء هذا، هذا بأمانة من؟ تفضل اغاتي. هذا بأمانة من هذا عمي؟ استلزمنا هذا بنا له ماي خطية المسكين. وفي صورة أخرى للإهمال الحكومي، القطاع الصحي تتواصل للأسف إخفاقاته في العراق. تعطل إسعاف أثناء نقله حالة مرضية، مما اضطر صاحب أو سائق هذه السيارة أن يطلب سيارة أخرى ليتم تحويل المريض إليها. السؤال هنا، ماذا لو كان هذا المريض عبارة عن حالة حرجة، سيدة مصابة مثلا، أو امرأة مسنة بحاجة إلى جهاز حساس وبحاجة ماسة إلى النقل إلى المستشفى بوقت أسرع؟ هل ستنتظر لنقلها من سيارة إلى سيارة؟ هل عمرها سينتظر لتصل سيارة الإسعاف بدلا من السيارة التي تعطلت؟ يتساءل كثيرون. نتابع. اخوان، هاي اسعاف عاطله عطلت بالشارع وجتها اسعاف ثاني. سالنا السائق قلنا له ليش يابا عاطله؟ قال هي عاطله من زمان بس ما يقدرون يصلحون، هي يقولون ما عندنا فلوس بالمستشفى، وانه خابر الصديق اسعاف ثانيه واجي ونقل المريض. هاي نقل المريض من اسعاف الى اسعاف، هاي بالبصره على شارع بغداد. هاي ما عندهم يصلحون، يدفعون بيه. شو يدفعون بالاسعاف؟ اسعاف عاطله جايبه مريض وعطلت بالشارع، يعني قبل لا توصل للمستشفى حوالي ب 10 كيلو متر، والنوب استدعوا لهم اسعاف ثانيه
ونقلوا الإسعاف، وبينما أكو أموال يقول مرصودة للتصليح وأكو كذا، بس ما يصرفون لأن تروح ببطون الفاسدين. إلى موضوع آخر، تذكرون حكاية نصف كيلو عدس لكل مواطن عراقي؟ هذا الموضوع الذي أصبح مادة للتندر في العراق عموما العراق. المهم بعد طول انتظار وثق أحد المواطنين مادة للعدس الموجود عند أحد الوكلاء تحديدا بمحافظة البصرة، وهو عبارة عن عدس متعفن ومتعرض للرطوبة ولا يصلح للطهو. تعالوا نتابع وإياكم. عدس مال الكمية، ها خلي يشوف العالم، شوفوا باعوا زين. الله أكبر ربي، هذا العدس مال الكمية. الله يرضى محمد رسوله. شو تصيحون عدس وعدس؟ يطلع معفن. يطلع معفن. الله أكبر عليكم إن شاء الله. الآن إلى ناشط مدني من ذي قار يطالب الحكومة بحصته التموينية، كونه أي المواطن لم يستلم حقوقه الكاملة بالنسبة إلى المواد الغذائية، ويوجه كلامه للشعب العراقي ويصف الشعب للأسف بأنه من يصنع الطغاة. طبعاً اليوم معاناة كثيرة وصلت لنا من خلال اتصالات، من خلال يعني الأدلة اللي موجودة، عدم توفير البنية التحتية، عدم توفير المياه في بعض المناطق المختلفة، أضافة إلى ذلك أنه بعض أصحاب المواد الغذائية أو الوكلاء لم تصل لهم حصة المواطن العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا اليوم في ساحة أحد الوكلاء، طبعاً هاي المنطقة كلها وكلاء مالطين وكمية في شارع 20. طبعاً إحنا بالوكلين من الشعب ومن الحكومة، يعني الشعب راضي، الشعب خاضع، الشعب ساكت، وهو السبب هذا اللي خلى الحكومة تتمرد علينا. طبعاً إحنا نحكي دائماً، تدون بتقول هسه هذا أنا ليش ما أسكت يا أخوان؟ أسكت من ضيم العالم، أنا عشر هنا والعالم كاتبه ضيم وفقر وجوع ومرض. إحنا اليوم الموضوع ما لنا على الكمية، باوع هاي الكمية مال هذا الشهر، هاي اللي جاية، هاي الوكيل طبعاً هذا يقول أنا ما راح أقصها، لأن هاي الكمية بها ريحة ما أقصنها. شنو السبب؟ بها ريحة أستاذ حامد. نعم. ثمن فاسد. طيب. هاي المرة قاصين ثمن فاسد وكلها سبب الشعب. أحكي على الحكومة وأنتم السبب. شبيكم يا شعب؟ شبيكم نايمين؟ شبيكم؟ ولكم منين تخافون؟ أكو خوف؟ أنت داعي بحقك؟ هم يطونك. احكي بصوتك وهم يطونك. أنا ما أقول لك اطلع وياي مظاهرات، وما أقول لك تعال اعتصم. حق مشروع لك، كمية ما لحد الآن ما جاية. يعني صار 9 أشهر زيت ما حد منطيه. ما حد منطق زيت، باشر الشهر الجاي يجي رمضان راح يعطونك الزيت، وراح يعطونك شكر وكل حلاوه، سوى حلاوه كل عمي. كافي كافي يا شيعة، كافي يا سنة، كافي يا اهل العراق، كافي يا اهل الناصرية، كافي يا الضيم، كافي يا احنا شريد معكم. انا معروق قلبي بعد، انا ما 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 احمد بالشعب ولا اريد الشعب، مع احتراماتي لبعض الشيوخ. شاهدينا، تنقلنا في هذه الحلقة معكم، ابتدأنا بفوضى السلاح مرورا بالواقع الصحي والتقصير الصحي، ثم انتقلنا إلى الواقع المعيشي كما شاهدتم. الآن لابد أن نتطرق ونعرج على الواقع العلمي في العراق، ونتوقف عند واقع التعليم، والبداية من ذي قار تحديدا قضاء النصر في الشطرة، وهناك مدرسة النصر التي لا تزال على حالها منذ 10 سنوات ولم يتم إكمال بنائها. طبعا مواطنون هناك تحدثوا وقالوا إن الأمر مقصود. لماذا؟ لإجبار الأهالي من قبل جهات متنفذة على أن يسجلوا أبنائهم في مدارس تابعة لأحزاب وجهات أهلية متنفذة في الدولة. الناس الطيبين، شوفون هاي المدرسة، هاي المفلشة، البناء الجاهز بعهد خضير الخزاعي يتوقع أكثر من 10 سنوات أو أقل من 10 سنوات. هاي شوفون هذا حالها، هاي حالها، هاي مناطقنا الجنوبية، هاي المدرسة ومئات المدارس اللي فلشوها وخلوها بدون بنيان. يعني أنا أعرف هسه أي شخص يريد يبني له، يريد يبني بيته يفلشه، لازم يخلي فلوسه. أنت تفلش فلوس صحيح ما عندي فلوس؟ وشوف هسه المدارس 3 دوامات بيها، أكثر من 2000 طالب كل مدرسة بيها،
ولا رحلات ولا كتب ولا دفاتر. انتم تردون تدمرون التعليم ودمرتوه فعلا دمرتوه. اليوم اللي عنده يودي ولده للاهليه والما عنده يظل هذا على على ثلاث دوامات. هاي المدرسه في قضاء الشطره في محافظه قار. هاي نسخه الى مس محافظه ويحيى الناصري يحيى النايم. هاي وانجازات انجازات. شنو انجازاتكم؟ شنو انجازاتكم؟ خلينا نفهم حتى نمدحكم. خلينا نقول ذول اشتغلوا وقدموا للناس. شنو قدمتوا؟ مدرسه ما تعرف تبنيها؟ هي بيت، هي شنو يعني؟ ايش قايل لك انا؟ ابراج ناطحات سحاب، ايش قايل لك انا؟ يغنفتهم صانعيكم موبايلات وسيارات التوم. مدرسه ما تعرف تبنيها وتكملها، بس هي مقصوده هذا. لان في يوم علي الاديب يقول التعليم لازم ما يصير مجانا، فالظاهر انتم مقصود تدمرون تردون. هاي نسخه لمن؟ نسخه للشرفاء، بس الشرفاء. هاي مدرسه. ومن المدارس التي لم يكتمل بناؤها إلى المدارس التي تستغل، نذهب إلى البصرة وهناك طلاب ومدرسو ثانوية التحدي يناشدون الجهات المعنية بتسليم بناية المدرسة الواقعة في منطقة الساعي، تسليمها طبعا إلى تربية المحافظة والتي يشغلها حاليا فوج طوارئ البصرة. غزيراً طالب استاذ التربية من محافظة البصرة بأن توفر لنا مدرسة خاصة تليق بهذا المستوى الدراسي ومدرسة نموذجية خاصة بالتحدي. بعد استحصال موافقة محافظ البصرة وقائد شرطة البصرة في تخصيص وتسليم البناية التابعة لمديرية تربية البصرة مستغلة حاليا من قبل فوج الطوارئ والشرطة السرية في بناية المجاورة لدائرة الاستثمار، نناشد الحكومة المحلية وقيادة الشرطة في الإسراع بإخلاء هذه البناية وتسليمها إلى إدارة المدرسة، كون البناية بعد سعينا أدخلناها ضمن موازنة 2019 في إعادة تهيئتها وتسليمها إلى التربية. نيابة عن أولياء أمور الطلبة نناشد الحكومة المحلية والمسؤولين وقيادة الشرطة بإخلاء البناية التابعة للثانوية، كون الأمر صدر من السيد المحافظ ولم يطبق ولم يدخل حيز التنفيذ، خدمة لأبنائنا الطلبة وتحقيقا للغرض الذي أنشئت من أجله. تحدي تحدي ناشد الحكومة المحلية للإسراع في إخلاء بناية ثانوية التحدي في منطقة الساعي وتسليمها إلى الإدارة، كونها مستغلة حالياً من قبل فوج الطوارئ، لأن المدرسة نموذجية وهذه البناية لا تتوافق مع متطلباتنا من مختبرات وقاعات ومكتبة. وصلنا فقرة آراءكم، والموضوع الذي اخترناه لكم بشأن تغريدة يتهم فيها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يتهم فيها من يطالب من الشعب بتوفير الكهرباء والماء مجانا بأنه فاسد. وقال الصدر في تغريدة له على موقع تويتر نشاهدها الآن وإياكم، قال إن المطالبة بتوفير الخدمات كالماء والكهرباء وغيرهما يجب أن يكون مجانا، وإني لأعد ذلك فسادا شعبيا واضحا، ولا سيما إذا كانت هذه المطالب مدفوعة. يصفها بالفساد الشعبي، ويقول إن الحكومة على حد زعم الصدر يقول إنها اعتنت بتطوير قطاع الكهرباء والماء وسواهما من الخدمات. عموما تعالوا لنشاهد كيف تعامل الشباب العراقي مع هذه التغريدة وما الذي كتبه في فيسبوك. نقرأ عليكم المنشورات التي كتبها عراقيون تباعا. محمد يكتب: أساسا إن قطاع الكهرباء يستوفي أجورا عالية بدون أن يقدم خدمة كاملة. هذا ما قاله محمد اليساري. إلى ميكي غضيب يقول: أصلا وزارة الكهرباء مستمرة بالجباية مع الانقطاع المستمر. هذا كان رأي ميكي غضيب. ونذهب إلى منشور آخر الآن وإياكم. سعد السعدي يكتب: يعني دفكر أول مرة بالشعب المسحوق والملاقي شغل والمحتار شلون يعيش عائلته وأطفاله، وبعدين عود حشو على المقابل اللي يدفعه للحكومة. والله معك حق يا سعد السعدي، كما يناصرك بذلك الكثيرون. حسين عطية يكتب:
أدري مو المواطن متعذب ومتحمل بدفع الجباية وبالمقابل لم يحصل على شيء من الخدمات. إلى منشور جديد لا أعلم إذا كان الأخير أو قبل الأخير، عدنان العراقي يكتب: أول شيء وفروا للشعب مستلزمات الحياة وخذوا أجور على الماء والكهرباء، مو بس تكتب على تويتر المصلح فعل مو بس همبلة. الآن تبقى منشور واحد سنتابعه وإياكم أعزائنا، وفيه يكتب فراس الطيار: ما يخالف ننطي فلوس بس خل حكومتك تنطي للشعب نص حصته من النفط مو كله. كان هذا موقف الشباب العراقي على فيسبوك ردا على تغريدة مقتدى الصدر. الآن نذهب وإياكم إلى تويتر. غزة تحت القصف، كان هذا هو الهاشتاغ الذي لاقى رواجا كبيرا خلال الساعات القليلة السابقة. سلام لغزة وهي ترتدي كوفية الحياة متشبثة بكرامتها، سلام لها وهي تحامي عن أهل تركوها في الميدان وحيدة، سلام لغزة وأهلها العزل الذين يبادون هذه الأيام وسط صمت صارخ من المؤسسات الدولية المتشدقة بحقوق الإنسان. في فقرة هاشتاغ مشاهدينا غزة تحت القصف، أو اقرؤوها فوق القصف إذا أحببتم، نقرأ عليكم أبرز التغريدات. ليث يكتب: ليث، المسلمون يستعدون لاستقبال شهر رمضان وغزة تحت القصف. هذا ما كتبه ليث. نذهب إلى تغريدة ثانية. في التغريدة الثانية إسراء تكتب: غزة تقف وحيدة تضرب وتضرب، لها الله في هذه المعركة التي فرضت عليها غزة تحت القصف. إلى تغريدة ثالثة ألاء تكتب: أخبروا العرب أن يشاهدوا هلال رمضان ويخبروا أهالي غزة، فدخان الصواريخ أعدم الرؤية لديهم. إلى تغريدة أخيرة نذهب وإياكم الآن. نزار يكتب: فاقد الشيء لا يعطيه، غزة حرة ونحن محتلون، فكيف نعطيهم ما لا نملك؟ كانت هذه هي التغريدات أعزائنا المشاهدين، والآن ننتقل إلى أحد المقاطع المصورة الذي اخترناه لكم. ابقوا معنا. باعتقادكم لماذا أصبح العالم الذي نعيش فيه أكثر غضباً وقلقاً؟ تعالوا نعرف معاً ما هي الأسباب. مشاهدينا وصلنا إلى الختام، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.